السلام عليكم، بونجور تو الموند. أزف اللون، اليوم غادي نحضروا كيكة بالموز وزيت الزيتون. نعم، زيت الزيتون. aujourd'hui on va préparer un gâteau caramélisé banane ainsi que l'huile d'olive. c'est un choix. vous pouvez mettre juste huile d'olive, huile neutre. suivez ma vidéo وتابعوا الوصفة. الآن نحضروا الكراميل تاعنا. 100 غرام كراميل اللي غادي ندير فيه 3 ملاعق تاع الماء، 100 غرام دو سكر افيك 3 كويارا سوب دو كو جو في كاراميليزي. اعتذر قبيله، الهاتف تاعي طفى، الباتري تاعه كملت، جبت الهاتف اللي نستعين به. هني هني حطيت الكراميل وحطيت البانان، قطعته كيما تحبوا، قطعوا كيما تحبوا دوائر او على الطول. Voilà, j'ai mis mon caramel et j'ai tranché, j'ai coupé mes bananes en longueur. Vous pouvez le faire en rondelles. Vous avez le choix. 3 حبات بيض مع قبصة ملح، 3 œufs entiers avec une pincée de sel، 200 غرام سكر، 200 غرام de sucre que je vais battre jusqu'à ce qu'il devient blanc mousseux. غادي نضربه بالضراب الكهربائي حتى يولي أبيض. Un zeste de citron، قشور ليمون. ضيف 100 غرام ياغورت، إذا ما عندكش ياغورت عوضيه بالكريم فخيش، قشطة طرية. 100 غرام دو ياغورت، si vous n'avez pas de yaourt vous pouvez le remplacer par la crème fraîche. 100 غرام. هنا عندي 230 دقيق أبيض اللي غادي نسقيها ونزيد له، نضيف له كيس من خميرة الحلويات. Ici, j'ai 230 grammes de farine que je vais tamiser et je vais rajouter un sachet de levure chimique. أنا غادي نضيف الزيت. هما في الوصفة الأصلية يدوا زيت الزيتون. Pour la recette d'origine, ils mettent l'huile d'olive. ولكن أنا غادي نخلط بيناتهم، ندير الزيت العادي وشويه زيت تاع زيت الزيتون. ما جو في ميلونجي انتر لويل نوتر انسي كو لويل دوليف 8 سيلوليتر، دونك 4 سيلوليتر لويل دوليف و 4 سيلوليتر نوتر. غادي ندير 4 سيلوليتر من الزيت العادي و 4 سيلوليتر من زيت الزيتون، يعني 8 سيلوليتر من الزيت. راني ندخله للفرن اللي راني مسخنته من قبل على 180 درجة. جو في لونفورني ا 180 دوغري كو جو بريشوفي مون فور. راني خرجته من الفرن، قلبته، هو حامي. يفو لي ديمولي طون كي لي شو. ماتنون جو في انلفي لو بابي كويسون. غادي الان ننتقل لورق الطهي. ها هو قد ما خرجته من الفرن، غادي مين يبرد غادي نقطع لكم قطعه. البانان تاعي دخل الداخل. Voilà, je viens de sortir du four. Je vais le laisser refroidir complètement, puis je vais couper une part. ها هو الكيك تاعي، اني قطعت منه قطعة، جات كيكة اسفنجية، يا سلام، لذيذة ورائحة زكية جدا. Voilà mon gâteau est très moelleux, très savoureux, une odeur parfaite. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Vous likez, vous abonnez à ma chaîne et partagez avec vos amis. Bonne dégustation. Inch'Allah, تكون عجبتكم الوصفة. تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتبارتاجوا مع أصحابكم والعائلة تاعكم. شهية طيبة.